السلام عليكم، معكم عبد المجيد بوغطاس. في هذا الفيديو نتعرف على النظام الثنائي سيستم بينير. عندما تقوم بالكتابة على لوحة المفاتيح الحاسوب لإعطاء أمر للحاسوب بالقيام بعمل ما، وهذا الأمر يكون على شكل رسالة، ثم تنتقل الرسالة من لوحة المفاتيح إلى الحاسوب. الحاسوب يتم رفض الرسالة لعدم قدرته على فهم محتواها، لأن الحاسوب لا يفهم الأحرف والأرقام العادية، لا يفهم لغة البشر، والحاسوب يمتلك لغة خاصة به أساسها النظام الثنائي سيستم بينير. وبالتالي لكي يستطيع الحاسوب فهم الرسالة يتم تحويل محتواها إلى النظام الثنائي سيستم بينير. والآن صار الحاسوب قادر على فهم الرسالة بكل سهولة بعد عملية التحويل إلى النظام الثنائي. لكن لسائل أن يتساءل، ما هو النظام الثنائي؟ في جل أجهزة الإلكترونيك مثال التلفاز، الهاتف، الحاسوب، غسالة ومكنسة كهربائية إلى آخره، كل هذه الأجهزة تتكون أساسا من لوحة إلكترونيك، كارت إلكترونيك. وهذه اللوحة الإلكترونية تتكون أساسا من عدد كبير من الأسلاك المطبوعة عليها، وهذه الأسلاك تكون في وضعيتين فقط، إما سلك مفتوح يمنع مرور الكهرباء، أو سلك مغلق يسمح مرور الكهرباء. وضعيتين فقط. النظام الثنائي سيستم بينير أساس اثنين أرقام، أباز دو نومبر، صفر وواحد. الرقم صفر يمثل أوف، ليس هنالك تيار كهربائي، يعني السلك مفتوح لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. أما الرقم واحد يمثل أون، يعني هنالك تيار كهربائي، يعني سلك مغلق يسمح بمرور التيار الكهربائي. مثل ما قلنا في النظام الثنائي نستعمل فقط الأرقام 0 و 1، لكن تختلف قيمة الرقم حسب اختلاف مركزه. المركز الأول قيمته تساوي 1، والمركز الثاني قيمته تساوي 2. قيمة المركز الأول في 2، لأن النظام الثنائي يتكون من رقمين فقط. والمركز الثالث قيمته 4، يعني 2 في 2. المركز الرابع قيمته 8، يعني 4 في 2. المركز الخامس قيمته 16، يعني 8 في 2. المركز السادس قيمته 32، يعني 16 في 2. المركز السابع قيمته 64، يعني 32 في 2. والمركز الثامن قيمته 128، يعني 64 في 2. الرقم 1 يساوي 2 قوة 0، والرقم 2 تساوي 2 قوة 1، وأربعة تساوي 2 قوة 2، وثمانية تساوي 2 قوة 3، و16 تساوي 2 قوة 4، و32 تساوي 2 قوة 5، و64 تساوي 2 قوة 6، و128 تساوي 2 قوة 7، وكل القوى في شكل تصاعدي مع المراكز. لنأخذ الآن مثال عدد في النظام الثنائي 1 0 1 1 0 1 0 1، لكن هذا العدد كم يساوي في النظام العشري؟ إذا نقوم بضرب الرقم 1 في قيمة مركزه 128 يساوي 128، والصفر في قيمة مركزه 64 يساوي 0، وواحد في قيمة مركزه 32 يساوي 32، وواحد في 16 يساوي 16، والصفر في 8 يساوي 0، وواحد في 4 يساوي 4، وصفر في 2 يساوي 0، وواحد في 1 يساوي 1. ثم نقوم بجمع كل النتائج،
128 مع 0 مع 32 مع 16 مع 0 مع 4 مع 0 مع 1 يساوي 181. أساس 10 أباز دوديس يعني في النظام العشري سيستام ديسيمال، وبالتالي هذا العدد في النظام الثنائي الذي يتكون إلا من 0 و 1 يساوي 181 في النظام العشري. برقمين فقط 0 و 1 نستطيع تمثيل كل الأعداد الممكنة. لنأخذ أمثلة للأعداد في النظام الثنائي. الرقم 1 في النظام العشري يساوي 0001 في النظام الثنائي. الرقم 2 في النظام العشري يساوي 0010 في النظام الثنائي. الرقم 3 في النظام العشري يساوي 0011 في النظام الثنائي. الرقم 4 يساوي 0100 في النظام الثنائي. الرقم 5 يساوي 0101. مثل ما قلنا أن كل مركز للرقم له قيمة. الرقم الرابع قيمة مركزه 2 قوة 3 يعني 8، والرقم الثالث قيمة مركزه 2 قوة 2، الرقم الثاني قيمة مركزه 2 قوة 1، أما الأول فقيمة مركزه 2 قوة 0. أما الرقم 6 في النظام العشري يساوي 0110 في النظام الثنائي. الرقم 7 يساوي 0111. الرقم 8 يساوي 1000. الرقم 9 يساوي 1001. أما الرقم 10 يساوي 1010. وبهذا نصل إلى ختام الفيديو. أشكركم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.